نروح لنوع آخر من أنواع الفن، وبالتحديد الفنان السعودي تداولت أعماله في الفترة الأخيرة بسبب استخدامه طرق وأساليب فنية جديدة مبتكرة، أبرزها الرسم بتكسير الزجاج أو حتى الرسم بشكل عشوائي وغيرها. نتعرف عليه أكثر وعلى نوع الفن اللي قاعد يقدم لنا. ينضم لنا عبر سكايب المهندس أصيل المغلوث. أهلا وسهلا فيك مهندس أصيل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ويسعدني أكون ضيف معكم مرة ثانية. مهندس أصيل، يعني إيش الفكرة اللي أنت طلعت فيها أو الطريقة اللي استخدمتها في الرسم أو التكسير على الزجاج؟ استعملت أداة جديدة غير تقليدية في الرسم، وهي استعمال مطرقة باستعمال تكسير القزاز في لوحاتي. حبيت أني أظهر طريقة مميزة غير تقليدية في الرسم، ومنها ألفت أنظر الناس بأعمال فنية. جميل، يعني بس خلينا نعرف إيش هي الأدوات المستخدمة لهذا النوع الجديد من الفن. يعني شفنا أنه في مطرقة، لكن إيش في شيء ثاني؟ الأداة هي مطرقة فقط، والمادة هي الزجاج. طيب، الطريقة لفتت انتباه الكثير من الأشخاص، كيف جت هذه الفكرة في بالك؟ رحلتي الفنية بدأت من حبي للتعبير عن الأفكار والمشاعر بطريقة بصرية. كنت دائماً مهتم بكيفية تفاعل الناس مع الأعمال الفنية وتأثيرها عليهم، اللي ألهمني الدخول إلى عالم الرسم والشغف فيه بالتفاصيل وأنماط كيفية الفن أن يروي قصة أو يعبر عن فكرة دون الحاجة لكلمات. حيث وجدت أن التلاعب بالضوء من خلال المواد غير التقليدية يمكن تخلق تجربة بصرية مميزة، بحيث أني أظهر بأعمال ملفتة. أيوه. وغير تقليدية. حلو، تكلمنا على موضوع التلاعب بالضوء. إحنا نبغى نعرف التكنيك، إيش هي أو كيفية التحكم بالظل وكمان بالضوء حتى تطلع صورة بهذه الجمالية. التحكم بالضوء هي عن طريق كسر الزجاج. كل عمق بالكسرة يخلط ضوء مختلف بالإضاءة، مثل الفرشة، كلما ازددنا ضربة الفرشة كلما ازداد عندنا اللون الأوضح. كذلك الإضاءة تلعب دور مهم في الإضاءة. يعني معنى كلامك أن دراستك ساهمت في تطوير أسلوبك الفني، خاصة أن دراستك هندسة ميكانيكية. صحيح. طب خلينا نعرف إيش التكنيك بالضبط. يعني إحنا بنشوف، أو خلينا أسألك هي بشكل مختلف، كيف تقدر تتحكم بعمق الضربة أو الكسر نفسه؟ هي عن طريق ضربة الإيد على القزازة. كل ما خفت ضربة الإيد على القزازة كل ما خف عندنا تشكيل الكسر على اللوحة. كل ما ضربناها خفة كل ما ظهر عندنا ضربات خفيفة. بهذا الشيء يلعب دور كبير في رسم الضوء والظلال في الصورة. طب خليني أفهم بشكل أدق، يعني أنت في البداية ترسم الرسمة على نفس القزازة ومن بعدين تبدأ تتحكم بمستوى الضربة؟ لا، اللي نرسمه هو رسم الأوتلاين كأي أيوه. رسام مهم أنه يرسم خريطة الصورة والأبعاد والمقاسات، بحيث أن ما نغلط أو نظهر أكثر من بعد الصورة، بحيث أن نظهر بصورة واقعية ومناسبة للصورة الأصلية. وفي نوع قزاز معين تستعمله ولا لا؟ عندي أكثر من مصدر من أنواع القزاز. عندي أنواع كثيرة، منها سريع الانكسار وبطيء الانكسار. أحب أنوع مصادر القزاز بحيث أن كل عمل عندي يختلف. بعض اللوح يمكن اللي شفناها قبل شوي رشز انه فيها كلمات، هل كلمات نفس الشيء كلها بالقزاز ولا هذه لا شيء مختلف؟ إيه، هذا فن الحرفيات. فن الحرفيات هو فن استعملته بالرسم الرقمي. قبل ما اظهر بالفن تكسير القزاز فنان بالرصاص مائي الى ما وصلت للرقمي. فهذه حروف رسمتها عن طريق بعض الأحيان تكون بالك، في بعض الأحيان تكون بالرسم الرقمي. جميل. طيب ودخلت فيها في الانفي وغيرها. حلو. عن الرسم العشوائي، هذه كمان واحدة من الأشياء اللي أنت تميزت فيها أصيل، خلينا يعني كلمنا عنها شوي من فضلك. الرسم العشوائي هو الرسم بالشخبطة. رسم الشخبطة هو قريب من رسمي بالتكسير. هي عبارة عن خطوط متداخلة شبيهة بشبكة العنكبوت أو ما تسمى، تشكل لوحات يعني واقعية، حيث الرائي لما يقرب من اللوحة يشوفها مجرد شخبطة
وفي البعد يشوفها صورة واقعية. طبعا هذه اللوح او الرسمات اللي طبعا حضرتك تميزت بها اكيد هي للبيع، فكيف الواحد ممكن يتحصل عليها، وبالاساس كيف شفت اقبال الناس على اقتناء هذا النوع من الفن الجديد؟ الحمد لله حصلت اقبال كثير من ناحيه السوشيال ميديا، بالتيك توك مقاطع توصل بالملايين المشاهدات، اثناء مشاركتي في معرض الصقور الصيد الدولي حصلت على اعجاب كثير من الناس، تساؤلات كثيره، والحمد لله يعني وصلنا للمطلوب. أصيل المغلوث، المهندس أصيل المغلوث، يعطيك العافية وشكرا لك.